هقول لك على حاجات تعملهم هيخلوك تخس من غير ما تحس. 5 عادات هنعملهم من غير ما نمشي على دايت ولا اي حاجه هيخلونا نقلل نسبه الدهون في جسمنا بشكل ملحوظ جدا. اول حاجه الزيت يا جماعه، نحاول نقلل الزيت على قد ما نقدر في الاكل. نعمل بقى الاكل مسلوق ومشوي، او حتى ممكن نعمله بزيت زيتون، او يعني حتى بسمنه بلدي بس برضو بنسب قليله. ثاني حاجه السكر. السكر في المشروبات بتاعتنا بيكون فيه سعرات حراريه عاليه جدا، فممكن نشيل السكر ونبدله بسكر دايت. يعني لو انت بتشرب مثلا شاي او قهوه بسكر دايت اكنك بتشرب ميه. ثالث حاجة شرب المية. نحاول نشرب من 3 لـ4 لتر مية في اليوم. ده هيساعدنا ان احنا نتخلص من المية الزايدة اللي بتكون محتبسة تحت الجلد، وده هيفرق معانا جدا في الوزن بتاعنا. رابع حاجة تحاول تزود نشاطك في اليوم بأي طريقة، يعني مثلا تطلع على السلم بدل الاسانسير، او لو في مشوار قريب منك تروح ومشي بدل ما تاخد العربية، ولو عرفت تروح الجيم كمان يبقى احسن من كل ده. خامس حاجة قبل ما تاكل اي وجبة حاول يكون فيه خضار فيه فايبرز الياف في الاول، زي الخيار مثلا والطماطم واي خضروات عامة تاكلها. دي هتشبعك جدا وهتخلي الاكل اللي انت بتاكله بعد كده اقل. ويا ريت كمان تكون الوجبه اللي انت هتاكلها يكون معظمها بروتين. والخمس حاجات دول لو انت مشيت عليهم هتخس من غير ما تحس. سلام.